قبل شهرين وبنهاية شهر 8 تحديدا انتقلت نارين بيوتي من السويد لدبي لتلتحق بعائلة أنس وأصالة اللي وصلوا لدبي قبلها بشهر واحد فقط وتركهم لكندا نهائيا. وبنفس شهر وصولها لدبي أحيا أنس وأصالة أكبر حفلة معرفة جنس الجنين ببرج خليفة واللي أثارت ضجة كتير كبيرة آنذاك. بما أنه أصالة حامل صار وقت نعرف شو جنس الجنين. فبعد أيام من الحفلة التحقت كل من سيدرا وشيرين بنارين لدبي وشاركوا مجموعة من الفلوقات مع بعض. فبهالوقت غادر أنس وأصالة دبي لينتقلوا لبيتهم الجديد بكاليفورنيا. فبعد ما شاركوا فيديوهات وصولهم والجولات بالبيت أعلنوا عن خبر إصابة أصالة وأنس بكورونا. الحمد لله أنس هلأ بخير، هو بالبيت مع ميلا والكل بخير والحمد لله هلأ أنا أحسن بكتير. إلا أنه وبنفس التوقيت أصيبت سيدرا وشيرين بالمرض بدبي، فلحتى ما يشغلوا بال أمهم اللي كانت متواجدة بالسويد أنذاك وكان من المخطط أنها رح تلتحق بهم لدبي بالأيام المقبلة، أخفوا الخبر نهائيا عن المتابعين وعن أمهم تحديدا ومنعوها بطريقة غير مباشرة من الالتحاق بهم وحجروا حالهم لمدة 15 يوم بالبيت. والحمد لله أعراض المرض ما كانت قوية وكانت خفيفة نوعا ما. فبعد الحجر وبعد ما صاروا أحسن رجعت سيدرا وشيرين وصوروا مع نارين فيديوهات أخرى وشاركوها على قناة شيرين ونارين. أما سيدرا فأعلنت عن هالشي بآخر فيديو على قناة شيرو وتحديدا بآخر الفيديو، ولكن المتابعين ما انتبهوا وفكروها مجرد مزحة فقط. ما قلت له أنا معك كورونا؟ الحمد لله على سلامة البنات، الله يبعد عنهم كل شر. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.